أتيناك نقطع شم الجبال وما ذاك إلا لنيل الرتب وخلفت في موطني جيرة بقلبي عليهم لهيب العطب وقالوا إلى أين تبغي المسير وتتركنا في عظيم اللغب فقلت إلى نور عين الرسول وأزكى قريش وخير العرب علي بن موسى وصي الرسول سليل المعالي رفيع الحسب إمام الورى أشرف العالمين حميد السجايا شريف النسب فأنت الإمام ونجل الإمام وأنت المرجع لدفع الكرب أجرني من نائبات الزمان أجرني من نائبات الزمان ومثلك من يرتجى للنوب وأرجوك يا أكرم العالمين تخلصني من عظيم النصب وأرجع من بعدها للديار وأقضي الذي لي بها من إرب ومن لي سواك بيوم النشور وأنت الشفيع وخير السبب وصلى الإله على من به ورثنا السياق دون العرب.